أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك قواعد متفق عليها بين سلفنا الصالح، استنبطوها من كتاب الله لقول الله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، واتفقوا عليها فيما بينهم. فمن تمسك بهذه القواعد التي اتفق عليها السلف الصالح رضي الله عنهم نجا في دينه ودنياه، لأنه كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ومن ترك هذه القواعد وأعرض عنها ضل، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأنا كل ما أنظر في حال إخواننا بلقى الناس ضلوا لأسباب كثيرة أعظم يا جماعة تركهم للقواعد السلفية المتفق عليها، ما فيها نقاش ولا فيها جدال حتى. فنأخذ قاعدة أو قاعدتين من تلك القواعد. القاعدة الأولى، وإذا يسر الله عز وجل نأخذ الثانية، هي قول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، قال: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إلفته. هكذا الأثر بنصي، وقد رواه ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة وغيره رحمهم الله تعالى. ومعنى الأثر إنه لو أي إنسان، ما عرفت لو أي بدعة من البدع وخفيت عليك البدع التي يعملها بالليل أو النهار أو في الخفاء عنك، فإنه لا يخفى عنك أبداً صحبة هذا الرجل، إما أن يكون مصاحبا لأهل الخير فهو منهم، أو أن يكون مصاحبا لأهل البدعة والشر فهو منهم. موضوع انتهى. ودليل هذه القاعدة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. زول تلقاه مع ناس الفنانين ولافي معاهم وشايل الكمنجة ولافي معاهم، ده معاهم يا أخي في الدنيا بس. زول لو تلقاه قاعد في مدرجات المريخ ولابس أحمر أو أصفر ورابط له نجمة في راسه، ده موردة ولا مريخ؟ مريخ. ولا يلزم إنك تجلس معاه وتقيم عليه الحجة، ده مريخ أبي ولا إلى لابي، مريخ طوالي. والعكس بالعكس. وفي الدين كذلك، أنت في الجامعة مثلا بتلقى زول مع الشيوعيين شغال صفقة في الركن بتاع الشيوعيين، طاق ترك حرية، طاق ترك حرية، لو سألوك ده شنو بتقول شنو؟ شيوعي. واحد مع الاتحاد الديمقراطي، بكره التجمع جاي هو يملى البلد فتة، ده شنو؟ اتحادي ديمقراطي. زول تلقاه مع التجانية في الخيمة بتاعت التجانية في المولد، رابط نصه ومحزم، ده شنو يا جماعة؟ تجاني. وكذلك الختمي أنصار سنة، زول تلقى مع أنصار السنة لا في معاهم مع ديل جماعة الهواري، إن سألوك كمان بتصنف، تقول ده أنصار سنة جناح شنو؟
كذا أو جناح كذا، تصنفوا كمان يأتوا جناح من الأجنحة. السبب شنو؟ واحد بس، مجالسته ومصاحبته للناس. فدي من القواعد المتفق عليها من السلف، وعند أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة. من أدلة أيضا ما رواه البخاري: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، إلى آخر الحديث المعروف. وأمثال هذه الأدلة من القرآن والسنة هي أدلة لهذه القاعدة. ففي ناس كتار الليلة يا جماعة في الساحة، الإنسان ممكن ما يجد لهم بدعة ظاهرة كده، يعني ما بتلقى مثلا أثنى على التصوف، ولا بتلقى أو جوز بناء القباب والأضرحة على القبور، ولا بتلقاه دعا للمظاهرات مباشرة كذا، ولا دعا للخروج على الحاكم أو كفر الحكام مباشرة، بدعة خفية. وقد تلقى كلامه كله في التوحيد، لكن بس تلقى بيجلس مع أهل البدع وما عنده غيرهم، ده مبتدع. ده كان عند السلف كذا. مثلا الاسم الزنادي بتاع الحصيصة ده، وإن كان ده عنده بدع ظهرت في الآونة الأخيرة بشوت الحكام في خطبة العيد وفي خطبة الجمعة وكذا، لكن مثلا لو دي خافي على أغلب الناس، وبيشوفوا أحيانا كثيرة جدا بيتكلم في شنو؟ التوحيد. لكن أصحابه منو وجماعته منو؟ ها؟ ياتوا؟ ناس إسماعيل، ها؟ أسوأ جناح ناس إسماعيل الماحي أنصار سنة مركز عام. إذا سألوك عنه ما تقول والله الرجل يتكلم في التوحيد، انت معناته ما عارف منهج السلف. الرجل انصار سنه مركز عام واولاي مبتدعه، وده من رؤوسهم، ما من التعت تعت اللي يعذروا. الزول القاعد بعيد في خلا، لا عنده راديو، لا عنده انترنت، لا عنده كتاب في يده، وشغال توحيد شاله من محمد حسن عبد القادر قبل 60 سنه، وما سمع باللخبطه بتاع الدين. ده نحن بنقيسه بيها، إذا عرف بنقيسه بيضة طوال. لكن ذول عارف ولليلة شايف المركز العام ويمشي للصوفية ويكرم الصوفية يجيبهم جوا المركز العام، ويقول التصوف مجموعة من الأخلاق الفاضلة، ويسألهم عن المولد يقول ندعو إخواننا الصوفية لإخراج المولد بصورة مشرفة. خلاص ده معناته ذول كويس. فنحن بنحتاج للقاعدة دي أكثر في هذا الزمن، لأن الإمام مالك قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به شنو يا جماعة؟ أولها. وأولا هم السلف الصالح، صلحوا بشنو يا جماعة؟ بالقواعد دي، لأن القواعد دي أخذوها من القرآن والسنة متفق عليها. بنحتاج للقواعد دي الآن أكثر وأكثر وأكثر لانتشار أهل البدع وتلونهم. أهل البدع زمان كانوا ظاهرين في زمن السلف الأوائل، ذو الخويصرة مش ظاهر، ده جاء خرج على الرسول ذات في ظهور أكثر من كده، وبين حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضئضي هذا، ده الزول ده كذا وكذا، يقتلون أهل الإسلام، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم. تكلم عن شخص معين وأتباع الحج من صلبه كلهم، ده واضح ولا ما واضح؟ واضح. وزمان أهل البدع في الغالب ما كانوا بتلولوا كثير، الخوارج يقول لك صاحب الكبيرة كافر، الليلة تسأل الناس عبد الحي محمد عبد الكريم والحويني ويعقوب وغيره يقول لك لا لا أنا ما خوارج، أنا ما بنكفر صاحب الكبيرة. تلف بغادي بالظلمة بالزقاق بغادي تلقى أعظمهم الحويني يقول اللي ياكل الربا وينصحوه ثاني ياكل كافر، يهوذاته يهوذاته، التكفير بالكبيرة يهوذاته. تسأل ده يقول لك نحن ما كفر كبير، احنا ما خوارج، انتوا شنو؟ والله بس الحكام كفار. ليه؟ لأنه فتحوا البنوك الربوية، كبيرة ولا ما كبيرة؟ إذا بيكفروا بالكبيرة هم ذاتهم، بس تلاقيهم بالشارع الثاني بس هم نفسهم. فأهل البدع بقوا شنو يا جماعة؟ بقوا يتلولوا. زمان كانوا واضحين، ده الكوم بتاع أهل البدع، ده الكوم بتاع السلف. والآن بقوا بناس عاملين لعيبة نص، شافوا
دعوة أخواننا ديل جزاهم الله خير انتشرت الآن، أكثر دعوة انتشرت هي الدعوة دي خلاص. فيلا بيقوا في ناس بقايا من أنصار سنة، مع أنصار سنة سمنا على العسل، مع أخواننا سمنا على العسل. أيوة هنا نحن نحتاج القواعد، نجيبها طوال ننزلها، نبطح الزول فوق القاعدة خلاص، طلع سجمان نرمي طوالي برا. مثال واحد ظاهر اسمه مين حساني، ما درس كل اسمه ولا عندي به شغل، ده مثال بسيط. اخواننا ده وانا ما بقصد شخص معين والله، والا اخواننا يعني غالبهم او فيما اعلم انا ناس افاضل نحسبه، ونصحناهم منهم رجعوا في الحال جزاهم الله خير خلاص. لكن انا بس انتبهت لانه باقي اخواننا يحتاجوا للقواعد، فارجو انه كلامي يفهم فهم صحيح. يا جماعه الشرع حاكم يحكم على عواطفنا وعلى صداقاتنا وعلى أفكارنا، نحن مهما كنا أذكياء وأزكياء الشرع بيحكم علينا، ما نحن بنحكم عليهم. والكلمة دي أي زول فينا متفق معانا فيها قولا، ولكن هل أي زول متفق معانا فيها فعلا وعملا؟ الشرع هو اللي بيحكم عليك وعلى عاطفتك وعلى تصوراتك. لا تصور ان الزول ده كويس، لا، الشرع بيحكم على التصور بتاعك، الشرع بيحكم على الحب بتاعك، بيحكم على العاطفه بتاعتك. لابد تنتبه للمساله، لابد تنتبه لهذه المساله. ربنا قال فلا وربك، يا جماعه ربنا يقسم بنفسه وبربوبيته، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم، دي مرحلة أعلى من الأولى، يحكموك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ومرحلة أعلى من الأوليين ويسلموا تسليما. ده مقام عالي، أوعى تزكي نفسك تقول أنا وصلت، مقام عالي جدا. ويسلموا تسليما، ما كنت تحب الشخص وتوده وأحسن لك وأظهر لك من المنهج الصالح، قواعد السلف المستنبطة من الكتاب والسنة هي التي تحكم عليك بعاطفتك وآرائك وأفكارك، وعليه هو فوق المنهج، فوق يحكم على الكلام ده كله. من خفيت علينا بدعته، والله فلان ده ما بنعرف عليه بدعة، انظروا من يجالس. قال سليمان بن داود رحمه الله تعالى قال لا تحكموا على أحد شيئا حتى تنظروا من يخادن. حتى لو بيتكلم في التوحيد ودرج البرع كده، لما البرع ذاته احتال، لكن ما تحكم عليه وتقول الزول ده سلفي. حتى لو يتكلم في التوحيد لحد قال لك ما تنظر شنو؟ من يخادن. رواه ابن بطة في كتاب الإبانة، وصحح حسن الألباني ورواه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. أي زول على دين صحبه بالمناسبة، وعلى دين خليله اللي بيحبه شديد على دينه. فانتبهوا يا جماعة على المسائل دي، وما يغركم تخشع بتاع إنسان أو تصنع أو تكلف بتاع إنسان حتى نرى من يخادن. ومن الليلة أي زول بيزني وهو من أهل السنة، ما نقول صحيح مش حقي شخصي عافلي، ده ما موضوع الموضوع، إنه هو يكون منهجه صحيح. والله ده شغل بتاع لولوة واحتيال يا ناس، ما كل مرة نتلدغ من زول يصهر لنا جديد حزبي، لكن ضارب بونش بتاع سلفيين ومكانته جروبكسي وكله معفن، عرفت؟ انتبهوا للمسائل دي وما تتخدعوا. والمرة الجاية لو ربنا يسر في يوم من الأيام ناخذ باقي القواعد. جزاكم الله خير، بارك